السلام عليكم خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نهاركم مبروك ومصباح مبروك. ان شاء الله الفيديو يسيبكم في احسن حال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جيت نوجد معاكم الجبن منزلي، اللي هو الجبن ماشي الفرماج، الجبن بالحليب واللبن ديال البقر ديال الدار ماشي المعلب. يلا ندوزو لطريقه التحضير المقادير. خوتي خواتاتي، هادو هما المقادير عندي. هنا عندي طرو ديال الحليب ديال البقر، جايبه مع هاد اللي عندهم البقر، وهنايا اللبن مصايبه من هاد الحليب، هذا مصايبه ماشي ديال المعلب اللي كنشريو معلب، هذاك اللي كتنخض بلدي، اللبن بلدي. وعندي الملحه. دابا غندوز للطريقه. هنايا فوق في واحد الإناء اللي غندير فوق النار، غندير هذاك ليطرو ديال الحليب. بسم الله. وكنشعل عليه النار. ونخليه حتى يفيض، حتى يفيض يجيب الغليه حتى يفيض، ونرجع معكم. ها هو من بعد ما فاض لي الحليب ونتسدى ليه البوطه. سميتها كتبقى شاده السخونه. كنجيب الملحه، كندير الملحه من فوقها، وكنجيب هذاك ليطرو ديال اللبن. ديما كديري نفس العبار، الملحه كتبقى على حساب الذوق. كنخلو هذاك اللبن وهو طايب، هذا الحليب راه كامل الدسم. الحليب ديال البقر اللي كنجيبو مع البقر، موالي البقر، كنخلطو بحال هكا، حاجه جوج تخليطات ولا كراو. كيبدا الحليب داك الجبن كيبدا يتفصل على الماء. صافي، كنخليه واحد 5 دقائق ونرجع ليه. شفتو من بعد ما خليتو ديك 5 دقائق تكتل ولا الماء بوحدو والجبن بوحدو. دابا غادي ندوز نصفي. من بعد ما جات غنصفي. انا عاد درت هاد الشاش، هاد الثوب هذا حياتي، ودرت صفايه تحت منه، ودرت باش غيتسقط الماء. عندكم شبيكه دوك صغيورين اللي عويناتهم صغيورين، هادوك ديرو فيهم تيجيو زوينين. انا ما عنديش، درت فيه هاد الصفاي. دابا غنبدا نهز فيه. بسم الله. مش نهار غندير معاكم الجبن بالحليب ديال الحليب المعلب، تا هو كيجي زوين. تضغطوا عليه باش ياخد الشكل ديال الجزيره. صافي، كنبقى عليه هكا حتى نكملو كامل. هاي من بعد ما زديت كامل هذاك الفرماج اللي عندي، هذاك الجبن، بقى ليا غير هاد الماء. هاد الماء بطبيعه الحال ما كنرميوهش، هاد الماء هذا اللي تصفى منه الجبن كنخليه وكنعجنو به الخبز ولا معجنات تيجي. هذا راه بحد ذاته هو محسن الخبز. كنخليه بحال هكا، شوف شحال تصفى منه ديال الماء. صافي، كندير ليه بحال هكا. فوق هادي النيت هكا،
جبت البلاطو يكون حسن تبصيل. نخليه نحط فوقه شي حاجه ثقيله بحال هكا، هاد القرعه عامره ما، وكنخليه. دابا درتو الصباح تاع العشيه عاد نقدمو. صافي دابا نخليه تات باش ندير فوقه شي حاجه ثقيله باش يخرج منه كاع الماء اللي فيه. ومن اللي وجدت هنا في منها العشيه غنرجع معاكم. هاو جبن ندير من بعد ما ذبحنا فطارنا قررنا نصليو العشاء. دابا عاد ساليت لي، دابا غادي نحيدو من هنايا. بسم الله ما شاء الله ما شاء الرحمن. شوفوا شو شحال ديال الماء صفى، شتي قد ما تصفى من الماء سيكون مزيان. وهذا على الشكل فاش درتي تيبقى. انا درته في هذاك المصفايه خرج على حسابو بحال هكا. كنزينو بهذا معدنوس دابا غادي نقطعو معاكم. بسم الله جبن خوتي خواتاتي، هذا هو الفيديو ديالنا والجبن ديالنا. ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله الاضاءه تكون واضحه مع الليل. دابا خوتي خواتاتي كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى اللايكات وعلى البارطاج وعلى التعاليق اللي كتخليو ليا زوينه بحالكم. يلا بسلام عليكم وعواشركم مبروكه الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.